السلام عليكم. اليوم بما أن نزل iOS 13.4 فحبيت أتكلم معكم بسرعة بس عن الميزات أو لمحة بسيطة خفيفة. كبداية نزلوا في الميزات الجديدة الميموجي استيكرات الجديدة، فلو نروح الرسائل وتشوف هنا الاستيكرات فتختار الشكل حقك، فاستيكر جديدة نزلت هنا مثل ما نشوف هذا الاستيكر وأشياء ثانية يعني مثل هذا الاستيكر برضو. لو نمشي برضو هذا الاستيكر تقريبا، أيوة فهذه الاستيكرات الجديدة هنا. طبعا لازم يكون عندك فيس اي دي اللي قدام عشان تقدر تسوي تحطي الاشياء. طيب لو نشوف الخيار الثاني برضه او الميزه الثانيه اللي تغيرت في الايميل، برنامج الايميل الرسمي مثل ما نشوف هنا تغيرت الايميلات اللي تحت. اول كان معانا بس هذا السوفت وير القديم، لو تفتح اي ايميل هذا الخيارين بس موجودين هنا، فالحين السوفت وير عندك الخيارات دي كلها تحت. لو ننتقل معاكم الحين برضه الكاركي، ميزه ابل اعلنت عنها الحين اللي اسمها الكاركي. مثل ما نشوف الميزة هذه حق السيارات الجديدة، أبل فتحت المجال لشركات السيارات إن يخلون تقدر تفتح السيارة بالجوال، مثلا ما يحتاج تفتح السيارة بمفتاح، خلاص جوالك في يدك أو في جيبك تفتح السيارة، أو برضو بالساعة فيكون الكاركي هنا، تروح من سيارتك الجديدة وتفتحها، أو إنك برضو ترسل الكاركي أو الخيار، أو مثلا واحد من الشباب ياخذ السيارة تقدر ترسل له إياه وتحدد مثلا يوم واحد يفتح، أو مرة واحد يفتح السيارة ويشغلها ويروح بها. فحركة حلوة، طبعا لازم الشركات الآن تدعمها، أبل الآن ما تكلمت عنها لكن هذا الكود موجود في الآي أو إس 13.4. طيب ننتقل معاكم الحين للشيء الثاني اللي هو البرشز، أو إنك لو لعبة أو شيء فالمبرمج لازم يخلي حساب ثاني لحق الماك فتشتريها هنا وتروح في الماك تشتريها. الحين أبل فتحت المجال حق المطورين إنهم يخلون عندهم مجال إن خلاص شريت البرنامج من هنا ما يحتاج انك تشتري في الماك، خلاص يكون نفس القيمه اللي يفتح لك من جهتين، يعني تحمله في الماك مجانا بما انك شاري في الاي او اس مثلا او في الايباد مثلا، فينطبق على الايباد برضه. وبرضه ميزه جديده الحين في الفايل، او تشتري برنامج من اب ستور، اول اذا تشتري من برنامج من اب ستور ما يكون نفس البرنامج حق الماك، فاذا كنت بتشتري شيرنج في الاي كلاود، فلو نفتح الاي كلاود برنامج الملفات، نعرف برنامج الملفات في السوفت وير القديم اللي موجود عندنا هنا، فخل بس في الإضاءة خليه باللون الأبيض أفضل. في السوفت وير القديم إذا كان عندك في الايكلاود شيء تقدر تسوي له شيرنج لحق الملف مثل ما نشوف، غير الشيرنج شغال لكن الصورة مثلا أو الفيديو، لكن الملف كامل ما تقدر، مثلا لو نضغط على الملف خلاص الشيرنج طافي ما تقدر تسوي له شيء. فلو أي ملف الشيرنج طافي ما يشتغل، كلهم يشتغلون للشيرنج. فالسوفت وير الجديد الحين لاي او اس 13.4 حطوا لك الميزه انك لو تروح حق اي ملف عندك مثل ما نشوف هذا فيديو الشيرنج شغال، الحين الملف برضو الشيرنج مفتوح، فاقدر اسوي شيرنج لحق الملف نفسه هذا لحق مع اي شخص ارسل اياه كامل وهو يتصرف فيه، او انه اخليه يعطيه الابيلتي او القدره انه يعدل على الملف، فمثلا احط شيء يشوفه هو، يحط شيء في الملف يشوفه انا، يعني نسوي شيرنج لحق نفس الملف ونقدر نعدل على نفس الملف، نحط ملفات في يعني نتشارك الملفات في نفس الملف هذا. تقريبا هذا كل الميزات تكلمت عنها كثير في القناة حقتي في اليوتيوب، في اليوتيوب اللي تشوف عندي تقريبا فوق 6 فيديوهات او اكثر من 6 فيديوهات، كل مرة ينزلون ابل سوفت وير جديد او نسخة تجريبية، الين وصلنا الخامسة تقريبا وتكلمت عنها كلهم، يعني الميزات كل مرة ينزلون ميزة. برضو في ميزة يعتبر ميزة يعتبر مو بميزة بس انه اوكي لازم اتكلم عنها هنا، الا وهي ان في الصور اذا فتحت البوم الصور عندك الخيارات اللي هنا موجوده، لو فتحت البوم الصور هنا ما اقدر اتحرك، ما تقدر تسوي ذي الحركه تتحرك كذا. طيب في الخيار الجديد انك تقدر تتحرك زي كذا، ما اشوف مثلا تروح حق الديز ترجع الاول مثل ما اشوف المانز، ففي حركه كذا ما ادري هل لها فائده، بس ان هذه حركه موجوده الحين في السوفت وير الجديد 13.4. Good luck to you this semester, and I hope all your other classes are also going well. This class, I think, will work out fine in online format. Instead of meeting in the classroom, where you will be accustomed to putting up with me talking and then having a discussion, we're going to do that discussion online from now on. So I will make a video kind of like this every week for the semester, and just give a few introductory remarks that we can get started, and then I'll refer you to the D2L
page for the class, and then that will have a prompt that had to do with computer software and the way in which problems with that software or shortcomings or overconfidence enters into the way things work. And what I want you to do, again, is to keep in mind these topics. This is not something that's pointing out particular villains who are software programmers or something like that. There certainly are people that are writing viruses and malicious software. But this is people who are trying to write good software, trying to write software that's helpful, and like you will in your careers. And we want to just make sure that you're thinking a little bit about what can go wrong with that, and what obligations do you have as an engineer to help foresee some of the problems that might come up and then try to do something about them. So the particular topic we are going to look at first is mentioned in the textbook, and this is a... السلام عليكم. تكلمت عن iOS 13.4 وكل الميزات، لكن في ميزة ما تكلمت عنها، هي كانت موجودة وانلغت، الحين رجعت مرة ثانية، اللي التنبؤ في الكلمات. فلو تكتب أي شيء يطلع لك التنبؤ حق أي كلمة تكتبها. طبعا هذا في الايباد وبرضه في الايفون، لو بنشوف نفس الحركة. نفس الحركة هين. كانت أول موجودة وبعدين تكنسلت، الحين رجعت مرة ثانية. اللغة الإنجليزية موجودة والردي من زمان ما تكنسلت، لكن العربية تكنسلت ورجعت مرة ثانية الحين. نصيحة وكل مرة أقولها وبعد أقولها كل مرة، جهازك بعد ما تحدثه، أي جهاز في العالم، إعادة ضبط المصنع تسويها عشان تخفف على الجهاز. جهازك بعد ما تحدثه، أحيانا نقول لك أو جهازي قام يعلق، جهازي بطاريته تخلص بسرعة، جهاز صاير بطيء، جهازي كل المشاكل هذه، التحديثات اللي تحطها تحديث فوق تحديث فوق تحديث تسبب احيانا دي المشاكل. فنصيحتي، اي قفزه او خصوصا يعني نزل مثلا iOS 14، هذا ذي الشيء لازم تسوي. فمن 13 ل 14 قفزه قويه، الرقم الاول لازم تسوي. الحين اوكي ما تبي تسوي بكيفك، لكن افضل انا كل تحديث بعد ما تثبت التحديث، ثبتته وخلاص، خش الاعدادات، خش عام، احنا اوريدي في جنرال عام، انزل اخر شيء، اضغط هنا، لا مش هنا، هنا ريسيت، اضغط ريسيت اللي فوق، شفتها ريسيت اول سيتنج، لو ضغطت الخيار اللي فوق اول واحد لو ضغطت عليه بيقول لك حط رقم سري، انا طبعا ما عندي رقم سري، فبتضغط عليه بيجيك تحديث ثاني يقول لك انه ما راح يحذف اي شيء. كل مره اقولها ما راح يحذف اي شيء، الصور ما راح يحذفهم، الواتساب ما راح يحذفه، اسمائك ما راح يحذفهم، سجل المحادثات ما راح يحذفهم، ما راح يحذف اي شيء في جهازك. الشيء الوحيد او الاشياء الوحيد الاشياء اللي راح تنحذف قصدي الورق الحائط، يرجعها الصورة الرئيسية في جهازك، الرقم السري حق فتحة الجهاز، وأرقام السرية حق الوايرلس بس. أما الأشياء اللي داخل جهازك ما راح تنحذف، الداتا ما راح تنحذف. فتضغط عليه مرة ثانية يسوي لك الحين الفورمات أو إعادة ضبط المصنع، ما راح ينحذف في جهازك أي شيء. مثل ما قلت لكم راح نشوف الحين، مثل ما نشوف رجع لي الورق الحائط حق الجهاز الرئيسية أو الصورة اللي أول ما شفت الجهاز من، بس أفتح الجهاز ما نحذف أي شيء في الجهاز. عندي رسالة هنا، السجل لو بفتحه موجود نفسه، برامج حقيني موجودة، الصور لو بفتح الصور راح أشوف نفسه مثل ما نشوف، طلعوا بس الإشعار ده مثل ما نشوف الصور موجودين، فما يحذف أي شيء. أتمنى تسوي ذي الحركة. وبرضو إذا بعض المشاكل أحيانا يجيك في جهازك إنه ما يحدث مثلا، هذا حل من الحلول عشان يحدث جهازك، إنك تسوي ذي الحركة أو إنك تحذف التحديث اللي نزلته مثلاً وبرضه يثبت، تخش الإعدادات عام نفس الحركة، وتخش هنا وتشوف التحديث أنا تحذفه وترجع تثبته مرة ثانية، أو طف جهازك وشغله. هذا بعض الحلول الثلاثة عشان تثبت النظام. الكل يعرف إن متاجر أبل مسكرة من كورونا حول العالم، وهنا في أمريكا برضو إلى كلامهم إلى أجل ما بعد يحددونه. المهم الحين تفكر أبل هنا ترجع تفتح المتاجر حقينهم في بداية أبريل، أول أسبوع تقريبا من أبريل، فنشوف لو بتفتحهم في ساعة. بما أننا نتكلم عن متجر أبل، فطلع خبر ثاني قبل يومين تقريبا أن أبل راح تفتح 20 متجر جديد حول العالم. وين المتاجر ذيلي؟ ما حد يدري الآن، راح نشوف السنة ذي وين بتحون 20 متجر جديد. طيب الايباد برو راح ينزل بكرة، ف
فالكثير يسألني عن شو اشتري كفر، شو الغلاف اللي اركب فيه، اشتري كيبورد ولا بدون كيبورد. فراح اقول لكم الحين الانواع اللي تنزل لحق الايباد الجديد، هم ثلاث انواع نشوفهم معاكم الحين. مثل ما نشوف هذا اللي ننتظر احنا، اللي يكون فيه كيبورد وتراك باد. فالتراك باد هذا اللي ننتظر، هذا ما راح ينزل الا في مي، يعني شهر خمسة، يعني باقي شهرين، يعني في نهاية رمضان، يمكن بعد رمضان بشوي برضو، على حسب متى بينزلونه بالضبط، لكن محددين الشهر هم محددوا الوقت الآن. فمثل ما نشوف هذا هو غير متوفر إلى الآن، لو نضغط عليه نشوف الشكل حقه. هذا هو طبعا هو الوحيد اللي تقدر تلعب في الأنجل، ركبت في الأيباد تقدر تزحفه، يعني تقدر توقف الأيباد على أي درجة تبيها. وبرضو في موجود USB-C مثل ما نشوف، ف USB-C اللي جهة اليمين حق الايباد اللي قاعد انا الحين اشحن فيها مثل ما نشوف تكون فاضية عندك، ويكون عندك USB ثاني ذي الجهة جهة اليسار، فتقدر تشحن من جهة اليسار وتقدر تشحن من جهة اليمين بكيفك. ولو بتشحن من جهة اليمين يبقى عندك مدخل ثاني على جهة اليسار تقدر تركب فيه USB-C هارد درايف اي شيء تبي. طيب ننتقل حق الثاني، الثاني هذا هو بدون تركباد، ده بالضبط نفس اللي عندي ونفس اللي حق الايباد القديم، بالضبط نفس الشكل ونفس الحركة، ما في الا زاويتين. هذه المشكلة اللي ما بعجبتني فيه، إنه بس دي الزاوية والزاوية الثانية هذه في الوقوف، أما الجديد تقدر توقفه في أي زاوية عندك، وما في مدخل USB-C في الجهة اليسار ولا شيء، يعني فاضي كيبورد بس تقدر تستخدمه، وفي نفس المدخلين هذا الأول الأنجل اثنين الزاويتين، الزاوية هذه والزاوية الثانية بس، هذا الفرق. طبعا نزلوا هنا ليش؟ علشان هذا اللي بيتوفر الحين تقدر تشتري الحين، ذاك مش متوفر ما في مدخل USB-C. برضو الحين تقدر تركب هذا، يعني الجديد تقدر تشتري جديد ما تشتري القديم، خلاص تشتري جديد حتى لو ايباد قديم تقدر تركبه عادي. مثل ما نشوف الزاويتين، اشوف ان الزاوية حاطينها في الصورة غير الزاوية اللي عندي، او لا نفسها نفسها، اوكي بدي احس ان نازل اكثر. فنفس ما نشوف المدخل، فتقدر تركبه على الايباد القديم، ليش؟ لان الايباد القديم كاميرا واحدة فعادي يكون فاضي هنا. طبعا يجون باللغة العربية عادي، حتى من متجر ابل في امريكا هنا، اقدر اضغط هنا واختار اللغة العربية. نشوف الكيبورد باللغة العربية، أنا الكيبورد اللي عندي باللغة العربية، حتى هنا لو إنك تحط اللغة العربية راح تشوفه يطلع لك باللغة العربية، شو وهذا نفس اللي عندي أنا باللغة العربية. طيب وآخر واحد مش كيبورد، يكون بس حماية كفر، مثل ما نشوف سموه، نرجع حق اسمه كلهم بعدين. فمثل ما نشوف كيف تركيبه، طبعا هو الوحيد اللي يجيب ألوان بس ما يجي لك من قدام، شوف كيف توقف الجهاز عندك، ذي الوضعية وذي الوضعية، ذي الوضعية انك مشاهدة وذي الوضعية اللي جيت تبي تكتب لانه ما عندك كيبورد. طبعا كلهم يلصقون بالمغناطيسي ماجنت، يعني مثل ما نشوف هذه الالوان الموجودة، هذه الالوان هنا بس، اما الثاني ما يجي فيهم الوان. اوكي نرجع حق السعر، اول حاجة اللي فيه تراك باد اسمه ماجيك كيبورد، قيمته ب 350 لحق 12.9 و 300 دولار لحق الصغير. طيب ننتقل حق الكيبورد العادي اسمه سمارت كيبورد، قيمته 200 دولار لحق 12.9 و 179 دولار لحق ال 11 مثل ما نشوف. اما النوع الكبير اللي هو الحماية بس، قصدي هذه كيبوردات وهذه بس حماية اللي قلت لكم عنها قبل شوي، قيمته لحق الايباد 12.9 99 دولار، ولحق 11 انش 79 دولار مثل ما نشوف حقه 79 دولار. بيتوفرون دول عربية؟ راح يتوفرون. متى يتوفرون؟ لاجي يطلع الايباد راح يتوفرون، وبكم لهم نفس النوعيات على حسب الموزع اللي عندك، لكن راح يتوفرون الكيبوردات وكل شيء. وللمعلومية برضو الكيبورد هذا اللي هو ماجيك كيبورد اللي مع تراك باد يجي معاه إضاءة برضو، ف نوعية الكيبورد والكتابة على الكيبورد غير الكيبورد هذا اللي عندي، فبتكون في مثل ما قلت لكم مثل ما نشوف الأزرار فيهم إضاءة برضو، ويأخذون الكهرب أو الطاقة من نفس الأيباد من الدوائر الموجودة من ورا أو الحلق اللي تعطي الجهاز الأيباد الكهرب، وبرضو في علامة من ورا. طيب برضو الحين بيسألني إذا آيبادك قديم 2018 تقدر تشتري الكيبورد مع تراك باد هذا اللي يجي لحق الآيباد الجديد، تقدر حتى لو بادك قديم يركب عليه ويشتغل. وبرضو
الكفر هذا تقدر تشتريه ويركب عليه يشتغل. طبعا الفرق بين هذا الجديد والقديم اللون يختلف برضو، هنا داكن اكثر، وتقدر تركب ذيلي كلهم يركبون على القديم والجديد يركبون. لكن الكيبوردات القديمه مثل الكيبورد حقي القديم ما اقدر اركبه على الجديد. ليش؟ فتحت الكاميرا هنا دائره اللي من وراء، وهذا مربع لازم يكون عشان اركب الايباد الجديد. طيب، واللي عنده ايبادات غير مش الايباد برو ديلي، الايباد برو بوزر اللي موجود فيه قديم الزر، ويبي تراك باد فيه، في برضو شركة لوجيتيك مثل ما نشوف نزلت لحق السفن جنريشن أي نوع تقريبا ايباد 10.5، فنزلوا نوعين 10.5، في الاير 10.5 وفي البرو 10.5، فتقدر تستخدم الكيبورد مثل ما نشوف، وفي برضو تراك باد. طبعا ما راح تكون كل الميزات والصناعة حق زي القماش ذا جاي، لكن أهم شيء إنه حصلت لك يعني في تراك باد. يجي حق النسختين مثل ما نشوف، هنا الاير ثيرد جنريشن، وهنا يعني يعتبروا نفس الشيء، صار نفس الكيبورد لأنه نفس الشاص، فيركبون نفس الشيء قمت، والقيمة نفس القيمة. المهم إنه يكون الايباد 10.5. طيب، ما تبي الكيبوردات ديلي، تقدر تشتري أي كيبورد فيه تراك باد وتقدر تشبك على البلوتوث وتستخدم. تقدر تشتري تراك باد الخارجية ذي لحالها تستخدمها، تشبكها بلوتوث تستخدمها. ما تبي ذي، تبي ماوس، تقدر تركب ماوس بالبلوتوث، تشغل البلوتوث هنا وتشبك الماوس وتستخدمه. فجميع يعني يعتبر كلابتوب خلاص، صار في ذي الشيء يعني ذي الميزة صارت كلابتوب، مش في كل شيء كلابتوب. طيب، في شخص يسألني يقول لي ليش الشركات ما تسوي أرخص لحق الآيباد كيبورد وتراك باد؟ طيب ليش؟ ترى النظام نازل قبل 6 ساعات، فكيف الشركات ليش أبل سوته؟ لأن أبل الشركة نفسها والجهاز لها، فتدري إيش بتنزل بعد شهر وشهرين، سوت القطعة والكيبورد ده قبل ما ينزل النظام، شيء طبيعي. فالشركات الحين تبدأ تصنع. لوجيتيك سوت أوردكم يالا حق الإيبادات القديمة، ومن زمان مسوي ذي الحركة لأن شوي قريبة من أبل وكواليتي حق. فمية في المية الشركات راح يسوون خلال 3 شهور 4 شهور راح يسوون تراك باد ويركب مع الايباد. مو بلازم تشتري اصلا الكيبورد اللي يركب معه، تقدر تستخدم ماوس، يعني اهم شغال عندك اي شيء كلابتوب، يعني ركب حتى كيبورد باليو اس بي، تقدر تركب مدخل يو اس بي سي، تشتري ادابتر تركب في يو اس بي اي، وتقدر تركب كيبورد عادي خارجي، يعني اي شيء تفكر فيه بيركب فيه. اسف على الكلام اللي بقوله، لكن دي العينات تشبهني، احس انا اتخيل كذا اني رايح خياط او محل في الخليج مثلا، ودخل له بشتري شيء، بقول له انا زبون عندك قديم مرخص لي، ترى مالي ما راح اتوسط، يعني ما بواسطه انك تقول لي اني انا متابع قديم في القناه وارجوك رد علي ولا شيء، ولا عندي سؤال ولا عندي استفسار، ما يحتاج تقول ذي الكلمه. اوكي، ذي الكلمه تنرفزني، احس حركه ما ادري كيف، تحس ما يحتاج تكتبها. ترى انا لو أبي أطلع اسمك وعارف أنك متى متابع، ترى اليوتيوبر يعرفون أن عندهم في خيار حق اشتراكات، وأقدر أخذ اسمك وأحط بس فايند وأحط اليوزر حقك، وأعرف التاريخ بالضبط والدقيقة اللي اشتركت فيها. ما يحتاج أسوي الحركة دي، ما يحتاج تقول لي تعلمني أنك قديم ولا جديد، حط سؤالك باحترام ولا خيارك وخلاص، ما يحتاج تسوي الحركة دي، دي حركة قديمة ترى، ما تشلون. وبرضو رجاء خصوصا في سناب شات، تجي تقول لي السلام عليكم. اوكي، انا كنت نايم مثلا، الوقت يختلف ترى والله، يعني انت يعني الحين انتم عندكم ليل، احنا عندنا تو الظهر، اوكي، فيختلف الوقت. اجلس الصباح افتح اشوف السلام عليكم، انا ما ادري طيب تسلم حق شنو، قلت لك وعليكم السلام، طلعت يرجع يقول لي مشكلته بعدها مثلا بساعه بساعتين. اوكي، اساله سؤال انا عشان اعرف اكثر حق عن المشكله، واطلع بعد 3 ساعات 4 ساعات يرجع يرد علي، انا نسيت اصلا شو المشكله، انحذفت عندي المحل. يا بتسلم اوكي، اكتب موضوعك واكتب كل شيء واكتب مشكلتك وحط صوره مثلا اذا عندك، وحط كل شيء عشان افهم الموضوع كامل. انا ما بنطول مساله، تسلم وتطلع بعد ساعتين ترجع ارد السلام متى تخلص. احنا كذا اتذكر يمكن قبل 10 سنوات مرات على يوم جو في السعودية بيحسبون كم نسمة، يجي واحد يفتر على كل بيت ويسأل. حين أنا في أمريكا رسلين رسالة إيميل، أو ما بإيميل، ميل أمس وسويتها، بس أنا مستعجلين بقوة، أرسلوا لي برضو ثاني بس أنا اليوم سويتها صباح،
المهم انه جاي في الطريقه. كاتبين لنا هنا مثل ما نشوف انك لازم تسوي حاطين كود هنا. طبعا طلعت عليه انه اوريدي استخدمته خلاص برضو في الموقع هذا تخش تسوي. وهنا فاسلين لنا نفس الحركه لكن يعلمونا حق شنو بجميع اللغات اتوقع. يعني باللغه العربيه حاطين لك هنا شوفوا كيف لغات شوفوا كم لغه موجوده. ويقولون لك ان اذا ما سويتها خلال ما ادري كم قريتها ان راح يخلون شخص يجيك لازم ويجلس معك وياخذ منك يدوي. يعني الكل مني يواجه احيانا الجهاز حقه يعلق يصير ثقيل. احيانا البرنامج كان يشتغل قبل 10 دقائق الحين قام يقطع ما اعرف ايش اسوي. فنصيحه جهازك يعلق بطاريه تخلص بسرعه الاشياء دي غير اللي عاد تبطل مصنع كل مره اتكلم عنها. اي جهاز في العالم لازم تطفيه وتشغله. انا بالنسبه لي يعني ما يمر بين 3 ايام 4 ايام لازم اطفي الجهاز واشغله. تطفيه عاديه يعني خلاص امسك جهازك تمام الحين شغال اضغط هذا طفي وعد تشغيله كذا بس ما يبي لك اي شيء. نصيحه ايفون ايباد لابتوب كمبيوتر وقت ما تطفي الجهاز وتشغله الجهاز في ذا الوقت وقت ما تطلع علامه ابل مثلا اذا كان الاي او اس يرتب الملفات يرتب لك اشياء. يعني احيانا هذا اقل حل او اصغر حل او اسرع حل. علق شيء خربان في جهازك او ما يشتغل طفه شغله احيانا تنحل ذي المشكله. فمثل ما قلت لكم اي شيء في نظام جهاز طفه وشغله ضروري. يعني لا يمر اسبوع ما تطفي جهازك وتشغله. ليش يعني ترى تطفي وشغله. يعني لابتوبات مثلا خصوصا لابتوبات كثير من الاشخاص اللي اعرفهم يعني اعرف واحد الله يذكره بالخير هنا مره تكلمه والى الان يقول لي اصلا ما اذكر اخر مره طفيت اللابتوب كله بس سكر الشاشه في سليب مود. ترى يثقل على الجهاز وقت ما تطفي تشغله مثلا يفرق الرام مثل ما تقول انه يسوي كلير حق الرام يرجع الجهاز. فالاشياء دي لازم تسويها ضروري لا يزيد عن اكثر من اسبوع خصوصا على قدر استخدامك في الجهاز. بس هذه نصيحه واتمنى كل شخص يسويها. السلام عليكم.